إذا مشاهدي شوف تي في تحية طيبة وخير عليكم، نتمنى أنه إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. متتبعين الكرام، بطبيعة الحال مع اقتراب عيد الفطر، بطبيعة الحال لهذا العام غادي يكون بواحد نكهة مميزة لأنه رجوع أخيرا صلاة العيد. البارح كنا في السوق الملابس بطبيعة الحال، واحد بائع ملابس تقليدية يصرح انه كان واحد الاقبال، اقبال مزيان على الملابس ديال العيد، خصوصا اللباس التقليدي الجلابه الفوقيه. قلنا هاد السنه هادي كلشي غادي يمشي للمساجد ان شاء الله، اذا المساجد في العيد مفتوحه وخصوصا المصليات. اذا بطبيعه الحال هذا العيد ما نساوش بلي انه العيد عيدين، عيد الفطر، عيد التسامح، عيد الرحمة، عيد صلة الرحيم مع العائلة والأحباب والأقارب بطبيعة الحال، وكذلك عيد الأطفال الوليدات. يعني أنا نعطيك الصغير دائما هذيك الليلة ديال العيد، العائلة ديالي والدي ديالي بطبيعة الحال كيشريو لي الكسوة، كنبيتات في الراس ديالي، وكل مرة كنركب عليها خافي لي يديوها لي. كان صباح كنفيق بكري وخصني نلبسها وهادي ومجموعة تاع الأمور مقلق فاش نمشي للعائلة، وكتكون عندك واحد الساكوشة ولا اللي كدير فيها الفلوس، وكتجمع واحد المبلغ مالي نهار العيد وثاني عيد. يعني هذيك هي الفرحة ديال الأطفال. إذا واش يعني كتفكروا الإخوان الأخوات أنكم تفرحوا شي عائلة وتفرحوا شي واحد، يعني اللي كما كنقولوا حنايا يعني عائلة فقيرة، يعني كاين بعض العائلات الفقيرة اللي كما كنقولوا حنايا ما عندهمش باش يعيدوا، حبذا لو أنه أي واحد عنده شوية فلوس ولا يقدر مثلا عنده جوج تاع وليدات يقدر يعيد للثالث، يشوف شي واحد ولد شي عائلة ولا شي بنية من شي عائلة ولا، وياخذها للسوق هو بيديه ويشري لها داك الشيء اللي يعجبها، ولا يعطي لهم شي مبلغ مالي اللي غادي يقدر يشري لهم كسوة ديال العيد بطبيعة الحال ويفرح. لأنه حنا كاع الكبار في العيد كما كنقولوا حنايا غادي تلبس كسوة نقية وصافي، أنا ماشي ضروري تعيد، ولكن الأطفال راه بالنسبة لهم عيد الفطر شي حاجة كبيرة، كسوة جديدة، خصوصا أطفال اللي كيقراو اللي كيدخلوا القراية وكيتباهاو بالملابس ديالهم أمام الصديقات والأصدقاء ديالهم بطبيعة الحال في المدرسة، وكاين كبار كاع اللي في الليسي وكيدخلوا كسوة جديدة. وهذا الشيء هذا حنا كنعرفوه، يعني ماشي غريب علينا باش غادي نقولوا أنه يعني شي حاجة اللي غريبة، هذا الشيء راه يعني من العادات والتقاليد ديالنا سبحان الله. يعني الوالدين واخا مكيكونش عنده، ولكن كي كيجي العيد الصغير كيتقاتل باش يشري العيد لوليداتو، كيقول لك انا وليداتي راه ما عنديش باش نعيد لولادي. تبارك الله كاين المحسنين وذوي القلوب الرحيمه، كاين جمعيات اللي كيديروا مبادرات ديال الكسوه ديال العيد ومجموعه ديال الامور بطبيعه الحال، وهادو مبادرات اللي طيبه اللي كنحييهم عليها. لهذا ما خاصش نتسناو غير الجمعيات، حبذا لو انه كل واحد عنده واحد المستوى معيشي مزيان ويقدر كما قلت لكم يعيد واحد طفل ولا طفلين اخرين من غير الوليدات ديالو يتكلف، لان الجمعيات شحال ما يقدرش يقدو، عندهم واحد العدد محدد اللي كيقيدوه بطبيعه الحال، هو اللي غادي يعني باش يستافدوا منه هذوك الاطفال. وكما كنقولوا حنايا هذا العيد ديال الرحمه والتسامح والتعاون بطبيعه الحال وصله الرحيم، نحاولوا نكملوا الخير ديالنا ونحاولوا نديروا واحد الاجر اللي كبير في هذوك الملائكه وهذوك الوليدات الصغار ونفرحوهم بطبيعه الحال. اذا احبابي احبائي كنتمنى لكم ان شاء الله عيد مبارك سعيد، واخا ما بقاش بزاف ولكن هذه السيمانه كلها عيد لانها العشر الايام الاواخر ديال ليله القدر. اكثروا من الدعاء بطبيعه الحال، الله يشافي اللي مريض، وتحيه لكم وتقبل الله صيامكم وقيامكم.
ولا نعاودها في بث مباشر.